يعطيك العافية. حابة أسألك، أول مشترك جيانا توصل للوسط وهي تغني، شو أستاذ محمد؟ عشان تصلني أدائك رائع. شكرا. رائع أدائك. دي عمرك؟ دي عمرك 16. طب ليش بتغني زي بنت 40 سنة؟ بالعكس هيك صوتي. لا، في نضوج بصوتك اللي هو مش صوت بنت 16 سنة. نعم. ناضج جدا صوتك، دافي جدا، جسمك، حركات جسمك مش تبعت بنت 16 سنة. مرتين بس طلعت من اللحن بنظري، يعني وهذا شيء طبيعي انه بهذا الموقف الواحد بيطلع من شغلات. سجلت انا عشان ما اغلطش مره بمخاصم عينيا، عدتيها بس كمان مش 100%. ولما بتقولي ولا تسال عليا مرة في واحدة من الردات كنت أستنى منك هاي ولا تسأل، زعل تبعك إن شو يعني بدك تسألش عني أنت؟ كان بدي إياها وما كانتش، فكنت حابب لو هدول التنتين ما يكونوش يعني كنت بعطيكي 15. يلا ست لبنى، شفتي كثير من طربة ويتغني. أول إشي عندها خامة مميزة جدا بالفعل، اللي بس بطلعش عليها بس بسمع صوتها فكرها واحدة كتير أكبر من هذا العمر. صوتك سلس، عرب نظيف، أفلاتك صح، بتغني إيقاع مظبوط. أكثر من هيك بقدرش أقول غير الله يوفقك، بتجنني. يسلم كتير، إزيك دكتور؟ أنا مظبوط راح أقول قولي اللي قلت فهمي بما سأقول. مبسوط. فهمت علي شيء؟ مبسوط. أبسطيهن جيانا للجنة. أنا ما بدي أعيد اللي حكوه، علما بأنه يعني كتبته من وأنت تغني مضبوط، صوتي يعطيك إمكانية التكامل في الغناء. مزبوط. كتبت الجملة هاي من أول ما بديت تغني، لذلك أعبر أنا عن نفسي بالعلامة الصحيح يعني. 14 دكتور غاوي. عارفه شو؟ أول واحدة مني بتاخذ 15، رح تاخذي مني 15. ست لبنى، كان نفسي أعطيكي 15. بديش أعطيكي 15 بس بدي أعطيكي 14. وأنا متأكد تقدر تجيب ال 15. إن شاء الله. إذن يا جيانا، هذا مجموعك من لجنة التحكيم 43 من 45، وعلشان تصوتوا لها ابعتوا رسالة SMS واكتبوا فيها ستار بالعربي أو بالإنجليزي مع الرقم 15 لفلسطيني 48 على الرقم 43 33، ومن فلسطين جوال على الرقم 37 470. جيانا، معك نص دقيقة تتوجه للجمهور لتقنعيهن إن هي صوتوا لك. إيه، عملت اللي علي وغنيت، فبتمنى أنه أكون نلت إعجابكم فصوتولي. شكرا. شكرا جيانا، وان شاء الله بنشوفك بمراحل متقدمه اكثر. شكرا لك. يسلم. وهيك وصلنا لختام حلقتنا مع اخر مشترك من سخنين، سعيد طربي. سعيد بهوى الاغاني العراقيه والشاميه، والليله رح نسمع منه قدود حلبيه. اهلا وسهلا سعيد. اهلا بيك. كيفك يا سعيد اليوم؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله منيح. سعيد، المرحله الثانيه لجنه التحكيم وكمان الجمهور تقريبا كانوا داعمينك بنفس المستوى، شو رح تعمل بالمرحلة الثالثة علشان تكمل في هذا المستوى؟ بعد ما نعمل اللي علينا نغني منيح والجمهور بيقرر طبعا بعد هاي اللجنة ان شاء الله. ده كان لازم تغني منيح. قبل ما تغني خلينا نشوف التقرير اللي حضرنا لك اياته ونرجع نكمل. سخنين في مركز الجليل، تقع بين سلسلة جبال وتقع في ما يسمى سهل سخنين. هذا السهل أيضا يقع في سخنين وعرابي وفي نهاية دير حنة. سخنين فيها 30,000 نفر، وسخنين بلد تتقدم جدا الآن صناعيا وتجاريا بعد أن كانت مرة تعتمد على الزراعة.
وسخنين تعتمد أيضا فيما تعتمد في حياتها على غرس الزيتون وزراعة الزيتون وقطف الزيتون. وعندنا زيت مميز في سخنين، وعندنا أيضا سهل البطوخ. مش دور لك دور كبير بحياتي يعني، مستغرب كثير انه ما كنتش ملاقي نفسي قبل هيك. وانا كنت مانع عليه يذهب للموسيقى قبل ان يحصل على شهادة اقتصاد، وحصل الحمد لله على شهادة رجل اعمال. وانا الان مسرور جدا انه يذهب للموسيقى ويشبع رغبته. تقلد الاصوات، اصوات الشخصيات مثلا، لهجات يعني، لأنه بحب أعيش هاي اللهجة. حياتي لا طل القمر يوم من على يوم، الله يا هالوطن شو مسوي بي الله، مالك يا حي ومالك. أي بعدنا بتقولي بعدك مش شايف إشي؟ في كمان مواهب خباي؟ كثير بعد. رح نشوفها إن شاء الله في مراحل متقدمة أكثر. سعيد معكم. والدك كان معارض بالبداية دخولك للمجال الفني وكان بده أنك تتوجه لتعليمك، هل كانت رغبة والدك نابعة من أنه الفرصة للتقدم بالفن في البلاد ضعيفة نوعا ما؟ نعم، في عدم وجود برامج عن الشكل، لأنه بقول لك كان معها. واليوم بعد ما اشتركت في نيوستر شو رأيه؟ 100%. سعيد طربي، رح نسمع منك موال وقدود حلبية. إن شاء الله.